البرنامج الانتخابي انا استقيته من القسم الدستوري. اوكي، فعاده كل المرشحين يعني يتناولون نفس الموضوع اللي هو المحاور الاجتماعيه السياسيه الاقتصاديه. انا غيرت السنه عنهم كلهم، فاخذت محاوري من القسم الدستوري اللي اذا الله كتب والتزم به باعتبار انني بادي. فمن حيث الاصل اول شيء قررت فكرتي او اخذت فكره احترام الدستور. طيب شلون انا بحترم الدستور؟ بحترم الدستور خلال تطبيق او تفعيل الادوات الدستوريه اللي منحها الدستور للنائب. هذه واحده. فاذا اعملت هذه الادوات بكون قمت بدوري رقم واحد. اوكي، من خلال الرقابه والمحاسبه واستخدام بقيه الادوات المعروفه بما فيه الادوات اللي هي في حد ذاتها خدميه اللي الناس يتطلعون لها، مثل اللي هو اقتراح برغبه وما اليها. زين، كل من اعملته وقدرت احقق نتيجه من خلالها بكون اوفيت بوحده. ثاني شيء في القسم الدستوري شنو هو؟ فكره احترام وحمايه والدفاع عن حقوق وحريات المواطنين، وهذه من اهم الاهداف اللي بحققها. كل البرامج الانتخابيه البقيه شامله هذه المحاور، فهو ذي الفكره ذي شامله كل احتياجات المواطن اللي ممكن ان تسعى لتحقيق مستوى المعيشي اللائق، واللي هو اساس من اسس اهداف التنميه المستدامه اللي هي ضمن رؤيتنا والرؤيه الاقتصاديه ل 2030. فاذا قدرت احقق هذا الشيء بكون اوفيت بقسمي. اخر شيء فكره صون الوطن، يعني القسم ينتهي بصون الوطن. طيب انا شلون بصون الوطن؟ بصونه من خلال تمثيله الملائم المشرف، من خلال الدفاع عن مصالحه في الوطن داخل الوطن وخارج الوطن. هذه هي صيانه الوطن واحترامه، من خلال ممارسه دوري كمواطنه صالحه من خلال وطنيتي الحقيقيه. هذه يمكن الاساس اللي احتوى عليه برنامج الانتخابي.